السلام عليكم. سننطلق بحلقة نارية بها الكثير من الإثارة والمتعة عما يحدث في الكرة المصرية والعربية من أخبار وإحصائيات وتفاصيل سريرة كرة القدم. سنتحدث عن مباراة القمة وما حدث في مباراة القمة من أداء تحكيمي هو الأسوأ عربيا وأفريقيا وأخطاء كارثية. وسنتحدث أيضا عن استعداد إسماعيل لمباراة الجونة في الأسبوع 14 ومباراة الودية اليوم، استعداد لمباراة الجونة و من كان يستحق رجل مباراة أمس أمام الزمالك. وسنتحدث أيضا عن الكابتن حسام حسن وما حدث له في مباراة الإسماعيلي والزمالك أمس وراحة الإسماعيلي واستعداده للتدريبات مرة أخرى وعودته للتدريبات والإسماعيلي ودعوته لنادي الأهلي وزيارة نادي الأهلي للإسماعيلي ولقطات المباراة والأحداث الجدلية التي حدثت أمس. كل هذا في هذه الحلقة، ولكن يا صديقي عايزك تنتظر معايا آخر حلقة وأنا مش هشوف القناة اشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصل له كل إشاراتي وكل أخباري أول بأول. ومش طلب منك كتير يا صديقي فضلا وليس أمرا إن أنت تاخد لينك هذا الحلقة وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عشان ننتشر وعشان يعرفوا كم هو حجم جمهور درويش بس ودرويش عرب في مصر وفي الوطن العربي. وقبل ما نقول صلى على رسوله على آله وصحبه وسلم وننطلق سريعا في حلقة هي الأقوى حقا. والبداية من مباراة القمة العربية بين فريقين لهم صولات وجولات في مصر والوطن العربي وفي أفريقيا، الإسماعيلي برازيل مصر والعرب وهو علامة من علامات الكرة المصرية، وأيضا الزمالك الفارس الأبيض لعب فن وهندسة. المباراة خرجت سجال، خرجت حبايب، ولكن كان من المفروض عندما يكون فريقين لهم صولات وجولات وفريقين لهم البريق واللمعان في الوطن العربي وفي افريقيا لابد ان تحضر لهم حكما ذو شخصية قوية وحكما ذو رؤى، مش عشان الحكم حكم مباراة في افريقيا او راح حكم افريقيا فهو الافضل في الكرة المصرية والعربية. لا يا صديقي، محمد عادل ومحمد معروف هما الاسوأ في الكرة المصرية. أنا معايا لقطة المباراة واللقطة الجدلية التي كل مصر تحدثت عن هذه اللقطة وخبراء تحكيميين بالفعل، ومش أي حد اللي قال الكلام ده، خبراء عالميين، الحكم عدلي العق وأحمد الشناوي ومحمود عثمان والكثير من الخبراء التحكيميين المصريين قالوا ان دي ضربة جزاء صحيحة 100%. انا اوريك ضربة الجزاء من ثلاث زوايا مختلفة بالصور عشان ما تقول لي الصور، انا هوريك صور هوريك فيديوهات. بص يا باشا، اللقطة الاولى من زاوية اللي كان شايفها محمد عادل مش واضحة. انت شايف ايه؟ انا شايفها ضرب الجزاء. لو انت في التعليقات مش شايفها مش ضرب الجزاء اكتب لي مفيش مشكلة، احنا بنتشاور مع بعض اسرة واحدة. لكن بص، ضرب الجزاء صحيحة 100%. سيبك من دي عم الحريف ده راجل بيفبرك، ممكن واحد يقعد يطلع يقول الكلام ده. بص بقى زاوية تانية شايفينها دي، طبعا هنا دي الكاميرا الأمامية، مدافع نادي الزمالك ولا كلمة، نادي الإسماعيلي ده مش مع حكم دولي كبير، حكم كان راجل ماسك لجنة التحكيم المصري، قال لك دي ضربة جزاء. رجل اللاعب يا حبيبي خطة في رجل يا بشوية، رجل اللاعب خطة في رجل اللاعب، منعه من الإعاقة إن هو يروح. اللاعب كان خلاص رايح، اللاعب خلاص علق الكرة من فوق لاعب الزمالك ورايح، ولا كلمة. نادر فرج هو الأفضل في هذا اللقاء. ده بالنسبة للقطات التحكيمية، ده بالنسبة لما حدث من كوارث تحكيمية. ضرب الجزاء صحيحة 100% من التحكيم المصري. بعيدا عن كده بقى وبعيدا عن في الصور كمان هتشوف، يعني في الصور ولا كلمة، ضرب الجزاء يا باشا مفيش كلام. ده بالنسبة للقطة المباراة. طبعا الإسماعيلي اليوم هيلعب بالبدلاء مع فريق الأزازين
الدمياطي مباراة ودية استعدادا لمباراة الجونة المقرر إقامتها يوم الاثنين القادم على ملعب الجونة بالغردقة. طبعا الإسماعيلي جاهز، الإسماعيلي بيظبط الدنيا. الإسماعيلي فاق، ونحمد الله عز وجل إن الإسماعيلي في النص الأول من السيزون والأداء في الكيرف في الطالع، وده هو ده درويش مصر ودرويش العرب. العلم شباب الإسماعيلي بخير، نادر فرج أكد لنا الكلام ده، عمر الساعي، محمد عمار تألق امبارح، كل لاعب إسماعيلي بمعنى الكلمة. وعشان رجل المباراة عبد الرحمن مجدي، للعلم لو أنا مكان نصر أبو الحسن أدي لكل لاعب إسماعيلي إجادة عن هذا اللقاء الذي كان الأروع للإسماعيلي. الإسماعيلي لعب لقائين في مدة قصيرة وفعل الكثير بدون تحضيرات. الإسماعيلي ما حضرش الماتش الزمالك، كانت تمرينتين خفيفتين، عشان نبقى واضحين مع بعض، تمرينتين خفيفتين يعني تمرينتين يعتبروا لمدة ساعة، كانت تمرينات تكتيكية. وكابتن إيهاب جلال خاف يرفع الحمل البدني على اللعيبة يحصل إصابات أثناء المباراة، عشان نبقى واضحين مع بعض، عشان نبقى دغري. يعني انت عارف الحريف ما بيحبش اللوع في الكلام، انا الاخبار يعني ولا كلمه. الاسماعيلي النهارده البودلة اللي ما لعبوش مباراه الزمالك، او البودلة اللي ما كانوش متواجدين في مباراه الزمالك والمستبعدين من لقاء الزمالك، النهارده مباراه مع الزازين الدمياطي في الخامسه استعدادا لمباراه الجونه. وطبعا الاسماعيلي بيجهز بعض المصابين للعودة وتأهيل أحمد الشيخ لمباراة الجونة، تمام. وطبعا شفنا هشام محمد امبارح في لقاء، لعب كويس، لعب خبرة بعيدا عن سنه الكبير، خبرة جنب الشباب بيعملوا ميكس، هو الأروع. وانتوا في كل شيء، والكابتن إيهاب جلال شابوه للكابتن إيهاب جلال. كابتن إيهاب جلال هو الأفضل وهو الأروع في هذا الوقت. كابتن إيهاب جلال بيصنع الكثير من النجوم وبيصعد كثير من النجوم، وعايز يعمل توليفة هي الأروع في تاريخ الكرة البرازيلية الإسماعيلية. ده بالنسبة للكابتن إيهاب جلال وما يريد أن يفعله في الأيام القادمة. ومش دول بس اللي هيصعدوا، هيصعد ناس ثانية، هاني النجعاوي وأكثر من لاعب هقول لك عليهم واحد واحد، هيكونوا متواجدين في الفترة القادمة في التيم أو الفرستين خاص ب الدرويش مصر ودرويش العرب. ده بالنسبه لي. طبعا عبد الرحمن مجدي اخذ رجل المباراه امبارح، ولكن صراحه احمد عادل عبد المنعم يستاهلها. نادر فرج، انا مش عايز اقول لك نادر فرج، نادر فرج يا باشا يعني بعيدا عن ابننا اللي هو كان ابننا، مش هنضحك على بعض، عبد الله السعيد، فمعلش عبد الله السعيد انت يعني كبرت والعمليه باظت منك، لان كده لان انا سمعت ان الشورت ما اشتاقين له ترزي يعرف يقفله من اللي عمله فيك نادر. يعني نادر فرج ايه يا باشا اللي بيعمله ده؟ نادر فرج يعني ايه الكوبري الجميل ده؟ ايه الحلاوه والمتعه دي؟ نادر فرج عمل كوبري لعبد الله السعيد، يعني انا من بعد عبد الله السعيد المفروض يعتزل بعد الكوبري ده. عيب يا اخي. وبعدين انا نادر فرج يعني اعمل حساب السن يا اخي، اعمل حساب ان هو كان ابننا في يوم من الايام. ده بالنسبه لنادر فرج، كان يستاهل صراحه لتاني مره على التوالي رجل المباراه. ده في وجهه نظري، وكلهم يستاهلوها بصراحه. لو انا نصر ابو الحسن، الناس دي كلها انا هجيب لها هدايا بعد البتاع واديها اللي هم عايزينه، مكافاه اجاده على طول. ده بالنسبه لرجال ونجوم الدراويش في لقاء الزمالك امس. طبعا حدث في مباراة أمس حادث مؤسف اللي هو إصابة أو أزمة صحية للمدير الفني للوطن المنتخب الوطني المصري الكابتن حسام حسن أثناء مباراة الإسماعيلي والزمالك، وانتقل على أسرها إلى المستشفى العام للإسماعيلية، وتم كشف وتوقيع الكشف تمام، والكابتن حسام حسن خرج سليم الحمد لله بدون اي مشكله وخير، يعني وعكه صحيه طبيعيه يعني زي ما بتحصل لاي حد، ووصل منزله بالسلامه
ولكن هو جه عشان خاطر عينه على اكثر من لاعب، مش في الزمالك بس، في الزمالك والاسماعيلي وفي الجمهور كمان اللي كان في المدرجات، اللي هم كانوا امبارح هم نمبر 1 حقا. جمهور الاسماعيلي هو نمبر 1. ولكن انا برضه هوريك لقطه المباراه عشان برضه الحب للكيان دي لقطه مباراه كنت عينها لاخر اللقاء، ولكن جت وقتها دلوقتي ان دي لقطه المباراه. انا بقول شابوه للراجل ده وللمدام بتاعته على وجودهم في المدرجات وجايين وحضورهم من القاهره لحضور مباراه الزمالك والاسماعيلي. وللاسف بتاع الكاميرا برضو نظره حلو فلقط المنظر، وكانت الافضل لقطه في هذا اللقاء. وشابو لهذا الرجل وهذه المرأة التي حضرت من أجل مساندة كيانها وهو كان الزمالك. ده بالنسبة طبعا الإسماعيلي راح اليوم، اللعيبة اللي لعبت مباراة الزمالك راح اليوم استعدادا للعودة إلى التدريب الجماعي غدا بإذن المولى عز وجل. خلاص الكابتن إيهاب جلال مفيش راحة، بيجهز وبيجهز بدلة وبيظبط. محمد حسن طبعا كان غايب عشان الناس اللي قالت امبارح طلعت وقت محمد حسن غايب. محمد حسن كان غايب عشان عنده 3 انذارات هيعود عادي للتشكيل الاساسي. ولكن والله العظيم كل اللعيبه نجوم وكل اللعيبه تطلب، كل اللعيبه المفروض تتواجد في التشكيل، ما فيش لاعب اثر. ولكن انا بعاتب الكابتن ايهاب جلال على اريك تراوري. انا بس اسالك سؤال واحد يا كابتن ايهاب، هو ماسك عليك كمبيالات او شيكات او اي حاجه؟ بس اريك تراوري مش في الفورمه خالص، اريك تراوري لسه ما جاش، اريك تراوري محتاج وقت طويل عشان يعود للكيرف بتاعه. كله شافه ماتش سيراميكا، فيا ريت تدي، ما احنا كده بنلعب ناقصين، بنلعب 10. نتمنى ان الكابتن ايهاب جلال يرجع سريعا ويشوف مين الافضل في هذا الوقت وهو ادرى بما يحدث. طبعا الاسماعيلي يدعو الاهلي لزياره الدراويش خلال الفتره القادمه. طبعا الزمالك عمل كده والاسماعيلي بيعمل كده، وعايزين يعملوا انسجامات مع بعض الانديه الكبيره او الانديه الشعبيه عشان حبا في ان الجمهور ما يحصلش احتكاكات بينهم وبين بعض في المدرجات. ده بالنسبه لي ما حدث في اخبار في مباراة أمس وأخبار الكرة المصرية وما حدث. طبعا النهاردة في 3 لقاءات في الدوري المصري، لقاء في الرابعة ولقاءين في السابعة، وفي وهو الأهم لقاءات هامة جدا في دوري أبطال أوروبا اليوم. النهاردة لن يفوتك مباراة في 10 مساء بين 2 من كبار أوروبا وهم إنتر ميلان الفريق الإيطالي العنيد. إنتر ميلان لدي صولات، وفي هذه الجولة في الدور 16 من دوري أبطال أوروبا يصنع الكثير والكثير والكثير. مباراة هامة جدا بين فريقين كبار بعيدا عن أي حاجة. إنتر ميلان أتلتيكو مدريد، مباراة هي الأهم وهي الأقوى في هذا الوقت. ده بالنسبة لمباراة اليوم في الإيجيبشن ليج ودوري أبطال أوروبا. طبعا في مباراة واحدة في البريمير ليج وهي بين مانشستر سيتي وبريتفورد الذي انهزم في آخر لقاء من ليفربول برباعية، هي القصوى في هذا الوقت على هذا الفريق. أتمنى من كل حبايب الحريف في كل مكان، لو الحلقة عجبتك لا تبخل على حبيبك الحريف الذي يسعى لإسعادك والذي يأتي هنا من أجل أن يخبرك بكل ما يدور ويحدث داخل جدران وكيان درويش مصر ودرويش العرب. بشترط منك كتير يا صديقي، عايزين نوصل بإذن المولى عز وجل بالحلقة دي 5000 لايك دعما لحبيبك الحريف الذي يسعى لإسعادك. واللي ما اشتركش بالقناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل إشعاراتي وكل حلقاتي أول بأول عشان يكون معايا على اللايف. وما تنساش تاخد المقطع او تاخد الفيديو او لينك الفيديو وتنشره على مواقع التواصل الاجتماعي عشان يعرفوا كم هو حجم كيان درويش الجمهور وكيان درويش مصر ودرويش العرب في مصر والوطن العربي. ما اقدرش غير اقول لك يا صديقي يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.